السلام عليكم ورحمه الله. انا دكتور اسامه جميل، استشاري الامراض الصدريه مستشفى الاحساء، واستاذ مشارك الامراض الصدريه في كليه الطب القصرين. النهارده حقيقي هنشرح مع بعض ان شاء الله الخدمات اللي احنا نقدر نقدمها لحضراتكم، ونقدر نحاول ان احنا نفيد حضراتكم بيها ان شاء الله. هي ببساطه جدا اربع حاجات هنقدر نقدمهم باذن الله، حاجات متعلقه بالتشخيص، وحاجات متعلقه بالعلاج، وحاجات متعلقه بخدمه بتهتم بيها دايما مستشفى الاحساء، وهي التثقيف الصحي، وبعد كده الفحوصات اللي احنا نقدر نعملها عندنا. اول حاجه بالنسبه لموضوع التشخيص، احنا عندنا الحمد لله بنقدر نشخص معظم الامراض الشائعه الحدوثه، زي حساسيه الصدر او ربو شعبي، السد الربوي المزمنه، تليفات الجهاز التنفسي، تليفات الرئه، يعني الارتشاح الرئوي سواء الحاد او المزمن، التهابات الغشاء البلوري نفسها، تمام، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، تمام. دي معظم الحاجات الخدمات التشخيص. بالنسبه للجزء العلاجي، يعني بالنسبه للجزء العلاجي الحمد لله احنا بنعالج معظم حالات الفشل التنفسي الحاد والمزمن، معظم حالات حساسيه الصدر، معظم حالات السد الربويه المزمنه، معظم حالات تليفات الرئه، معظم حالات اشكاليات النوم اللي هي بيحصل انسداد في المجاري الهوائي اثناء النوم، الحمد لله بنقدر نقدم علاج ليها عندنا في مستشفى الاحساء. فيما يخص التثقيف الصحي، ده جزء في مستشفى الاحساء بتهتم بيه دايما، تمام. هنقدر نقدم ان شاء الله باذن الله من خلال ندوات تثقيفيه بشكل منتظم، معلومات عامه عن حساسيه الصدر والسد الربويه، وازاي نقدر نحمي نفسنا من معظم الامراض الصدريه اللي موجوده. الجزء بقى جزء الخدمات التانية اللي احنا نقدر نقدمها بالنسبه للفحوصات، وظائف التنفس عشان تشخيص حساسيه الصدر او ربو الشعبي والسد الربويه المزمنه، وتقييم حاله الرئه، وفي نفس الوقت المناظير الشعب الهوائي. اتمنى ان تتابعونا ان شاء الله خلال الفترات اللي جايه، هنحاول نقدم لحضراتكم معلومات مبسطه في دقيقه او دقيقتين عن موضوعات الامراض الصدريه عشان تبقى واصله لحضراتكم بصوره مظبوطه. شكرا لحضراتكم.